بسم الله دكاترتنا وحبايبنا الغاليين، صباح الفل. اعرفكم بنفسي الاول، اخوكم دكتور وجيه الحسيني. على مدار السنة ونص الاولى في الكلية لحضرتك هكون معاك بشرح لك مادة الاناتومي والامبريولوجي، التشريح وعلم الاجنة. الحقيقة حضرتك بدأت كلية وبدأ الاناتومي معاك بشوية مسميات، وما يخلصنيش اسيبك في قلب المسميات دي لوحدك، فحبيت اطلع اشرح لك الجزء اللي اتقالك في الكلية بخصوص الاناتومي، شوية مسميات كده بنقول عليهم anatomical terms، شوية كلمات ومعناها بالعربي. يعني هي كأناتومي ما نقدرش نقول انها اناتومي قوي، يعني الاناتومي او التشريح ده علم حضرتك بتدرس فيه تشريح الجسم كله، كل عضو في الجسم، كل عصب في الجسم، كل شريان، كل وريد، كل حاجة بتدرسها بالتفصيل معانا. ايه شوية المسميات دول؟ دول مش اناتومي، ده مفتاح للاناتومي. بداية تفهمك شوية كلمات ليها علاقة بالاناتومي. دكتور الكلام ده مهم؟ اه طبعا مهم جدا، مهم جدا. شوية كلمات وشوية مصطلحات لازم تكون عارفها كويس عشان تعرف تبدأ دراسة الاناتومي، لازم تكون عارفها كويس عشان هتنزل لك MCQ، سؤال الاختيارات والحاجات دي هتنزل لك MCQ، فلازم تركز وتكون عارف الحاجات دي كويس. بدأ الكلام في الاناتومي والامبريولوجي، جزء كده خدناه من الاناتومي حطيناه مع المصطلحات الطبية اللي بتدرسها دلوقتي. بالمناسبة انا هشرح لك الفيديو دلوقتي، موجود عند حضرتك فايل الكلية، كتاب الكلية، مذكراتنا هتكون موجودة في المكتبات ان شاء الله خلال الاسبوع ده. هعرفك على الجروب، هعرفك على تشانل تليجرام، هعرفك ان في المذكرات موجودة. نظام شغلنا بيكون ازاي؟ عادة انا بشرح على سبورة عادية وايت بورد، ولكن زاد معانا كده السنة دي حاجة جديدة، السمارت بورد. الحقيقة السمارت بورد مهمة جدا في الاناتومي لسبب، ده مادة وصفية، انا بوصف حاجة. لو هوصف واحد من بره كده هقول عليه ده طويل، ده قصير، ده تخين، ده رفيع، ده وشه شكله عامل ازاي، ده شعره شكله عامل ازاي، لكن انا بدخل جوه جسم البني ادم، فلازم اجيب لك صور اعرضها لك هنا نشوفها مع بعض على السمارت بورد. فده ان شاء الله نظام شغلنا. دكتور انت هتشرح حاجات دلوقتي وامتحاننا في اخر السنة، لسه عليه بتاع 8-9 شهور كده، هنفضل فاكرين الكلام ده؟ طبعا هتفضل فاكره. ده عايز اقول لك في اللجنة اللي هيفكرك صوتي، مش المذاكرة اللي انت مذاكرها، عشان كده عايزك تركز معايا قوي، تسمع كل كلمة بقولها. اللي هيفكرك تلاقي صوتي بيرن فيك كده، ان الاناتوميكال بوزيشن شان 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 شان، بتكتب من صوتي. زائد اللي هنشرحه دلوقتي هنراجعه، وده اهم جزء عندنا، المراجعة. اللي اتشرح طول السنة هيتراجع لك كله تاني، العمل اللي اتشرح طول السنة هيتراجع لك كله تاني. فسنة ونص مع بعض هناخد وندي لحد ما تزهقوا مني، وانا مش هزهق منكم. بدأ الكلام في اول كلمة عند حضرتك بخصوص الاناتومي، وقال لك والله حاجة عندنا اسمها اناتوميكال بوزيشن. ايه قصة الاناتوميكال بوزيشن دي؟ قبل كده قبل ما يبدأوا دراسة التشريح، انا لو جيت سألت واحد فيكم قبل ما تعرف بقى يعني ايه اناتومي اصلا، قبل ما تعرف يعني ايه طب، وقلت لك صباعك الكبير ده قريب من جسمك ولا بعيد عن جسمك؟ لو حطيت دراعك كده قريب، هيكون قريب من جسمك ولا بعيد؟ فجه واحد قال لي يا دكتور هيكون قريب.
صدقته والله ما كذب والله ده فعلا قريب من الجسم والصباع الكبير قريب من الجسم. جاء واحد تاني وقال لي يا دكتور لا ده هيكون بعيد عن الجسم. صدقته برضو والله ما كذب ده بعيد عن الجسم اهو ده ابعد صباع فيهم. وجي واحد تالت قال لك يعني انت قريب وانت بعيد طب ايه رأيك بقى ان هو ايه في مستوى باقي الصوابع. قلت له والله ما كذبت والله صادق برضو على نفس الكلام. الراجل قدامي واقف عامل كده. واحد قال لي لا ده الصباع الكبير ده هيكون ورا مش هيكون قدام ولا قريب ولا ده هيكون ورا بقى. بتوع الاناتومي اجتمعوا وقال لك احنا عايزين نشرح ونشرح احنا عايزين نمسك سكاكين مناشير وهاتك يا سفك دماء ونقطع في الجثث هنشرح عليها ازاي هنشرحها ازاي هنوصفها ازاي. فقال لك قبل ما تبدأ التشريح لازم الجثة اللي قدامك تكون في وضع اسمه anatomical position. اسمه ايه؟ anatomical position الوضع التشريحي. يبقى لازم الاول الجثة تكون في حاجة اسمها anatomical position. تمام يلا ايه قصة الanatomical position؟ قال لك ده عبارة عن وضع. قبل ما يقول لك الاناتوميكال بوزيشن قال لك يعني ايه اناتومي. قلت لك ان الاناتومي هو ماده وصفيه بنوصف الجسم بنوصف اعضاء الجسم شكلها عامل ازاي مين جنب مين. عشان لما تدخل مع بتوع الجراحه المجروحين وتدخل جوه جسم البني ادم عشان تعمل العمليه بتاعتك تكون عارف كل حاجه مكانها فين. تكون عارف ان لما تدخل عند اللوز خلي بالك ان في وريد ممكن يتعور منك انت مش هتعوره عشان انت دارس تشريح وعشان انت شاطر في التشريح وفاكر تفاصيله. لكن لو واحد سباك جاي يعمل عملية لوز لواحد هيعور الوريد ده وهينزف العيان هينزف منه ويموت وتبقى مصيبه سودة. ليه؟ لانه سباك ما درسش تشريح. فدي اهميه التشريح. بنعرف وصف كل حاجه في الجسم مكانها فين شكلها عامل ازاي عشان لما تدخل جوه في عمليه تكون عارف. طيب مسكنا مشارط ما شاء الله عملنا الليله كلها احنا لسه في تاني يوم وبتاع ده لسه في ليله كبيره جايه وحلوه جميله جميلة. ده انت كل ما تعرف حاجة جوه جسم البني ادم سبحان الله. فقال لك ان الاناتومي هو علم وصفه وهنوصف فيه شكل الجسم عامة. شكل الاعضاء اللي في الجسم. علاقتها ببعضها ايه؟ قال لك قبل ما تبدأ تشرح لازم الجثة او العيان او الشخص اللي هتوصف عليه يكون في وضع الاناتوميكال بوزيشن. الوضع التشريحي. الوضع التشريحي زي ما قلت لك علماء الاناتومي اتفقوا عليه. لما فضلوا بقى ايه الصباع الكبير قريب ولا بعيد واحد يعمل لي كده واحد يعمل لي كده واحد يعمل لي كده واحد يعمل لي احنا في ايه؟ احنا هنثبت على وضع واحد. شكله عامل ازاي بقى؟ الاناتوميكال بوزيشن. قال لك والله الاناتوميكال بوزيشن لازم الشخص اللي هتشرح عليه يكون واقف في الوضع ده. صباعه الكبير ناحيه بعيد بعيد عن الجسم. صباعه الكبير بعيد عن الجسم. دراعينه مفرودين جنبه. واقف بالمنظر ده. وشه باصص قدام. مش باصص كده. مش باصص كده. مش باصص كده. وشه باصص قدام. رجليه مفرودين على الارض. مش عامل كده ولا عامل كده ولا حاطط رجل على رجل. لا لازم يكون واقف بالمنظر ده. كف ايده لقدام. كف ايده باصص لقدام بالمنظر ده. واقف بالشكل ده. وشه لقدام. كف ايده لقدام. صباعه الكبير بعيد. وواقف مظبوط كده مش على رجل ونص. مش حاطط رجل على رجل. مش واقف لك بالجنب. لا لازم يكون واقف كده. كلام جميل. فبدأ في الاناتوميكال بوزيشن وقال لك هو ده الوضع التشريحي. لازم الشخص اللي هتبدأ توصف عليه يكون واقف بالمنظر اللي قدام حضرتك ده.
اول حاجة لازم stand upright، يعني لازم يكون الشخص واقف زي ما قلت لك، مش قاعد، مش نايم، مش عامل كده، لا لازم يكون واقف. لازم يكون الرقبة stand upright او stand ايه بقى، بص بص بص، stand erect. erect يعني منتصب، يعني واقف كده، واخد بالك، مش عامل كده زي ما بقولك، مش عامل كده، لازم يكون واقف كده. فدي اول حاجة، لازم الشخص يكون stand upright، لازم يكون بالمنظر ده، شخص واقف، مش نايم، مش مايل، مش قاعد، مش حاطط رجل على رجل، الكلام ده. تاني حاجة، الرقبة لازم تكون extended. extended يعني مفرودة، النك لازم تكون extended. extended يعني مفرودة، رقبة الشخص لازم تكون كده، ما ينفعش تكون كده، ما ينفعش تكون كده، ما ينفعش تكون كده، لازم الرقبة تكون مفرودة. وبعدين الفيس يعني الوش، الوجه لازم يكون باصص لقدام، فورورد يعني قدام، يبقى الوش ده لازم يكون باصص ايه، باصص قدام. يبقى اول حاجة الشخص واقف بالشكل ده، رقبته مفرودة، وشه باصص قدام، مش باصص كده، مش باصص كده، مش باصص كده، مش باصص كده، لازم يكون باصص لقدام. وبعدين قال لك الارمز يعني دراعينه، الدراع، الارم يعني الدراع، قال لك الارمز لازم تكون متعلقه جنبه، هانج ات ذا سايدز، يعني متعلقه جنبه بالشكل ده، مش كده، مش كده، مش كده، لازم تكون متعلقه جنبه بالشكل ده. بس كده؟ قال لك لا، ده لازم البالمز. يعني ايه بلم؟ قالك بلم يعني كف الايد، البلمس لازم تكون بصة لقدام، البلم اللي هو كف الايد بصص لقدام. تاني؟ تاني، ما ينفعش يبقى كده، ما ينفعش يبقى كده، لازم يبقى البلم بصص لقدام. ده عشان توصف، هنعرف الكلام ده في موديول اسمه موديول الماسكولوسكيليتال، عشان اوصف العضلات اللي موجودة في الثمب، عشان اعرف اوصف اي حاجة، عشان اعرف اوصف التغذية العصبية اللي هنا، لازم اقول لك ان الصباع الكبير ده بعيد. ده عشان الاناتوميكال بوزيشن، مش عشان انا كيفي اخليه كده، لا، ده الاناتوميكال بوزيشن اللي عامله كده، عشان الدراسة تكون واحدة في العالم كله، نكون كلنا متفقين على حاجة. فاول حاجة قال لك ان الشخص ده هيكون stand upright. رقم اتنين، النك بتكون extended. رقم تلاتة، دراعينه hanged at the sides. رقم اربعة، قال لك والله البالمس بتكون forward. بص بص، انا بكتب لك في كل حتة، النك بتكون extended، ماشي، الدراعين hangs at sides يعني متعلقة جنبه، كلام جميل. ايه كمان؟ قال لك الثمب اللي هو الصباع الكبير، الثمب يعني ايه؟ يعني الصباع الكبير، صباع الايد الكبير، ده بيكون away from the body، يعني بعيد عن الجسم، يكون كده زي ما قلت لك، بعيد. لازم الشخص يكون واقف بالمنظر ده، ما ينفعش يكون كده، ما ينفعش يكون قريب. فقال لك الثمب اللي هو الصباع الكبير ده لازم يكون away from البادي، ماشي. عايز تقولي كمان؟ اخيرا اخيرا، قال لك ان الفيت اللي هي الاقدام، رجلين سعادته، العيان او الشخص اللي هتوصف عليه، لازم تكون مفرودة على الارض، كلها قاعدة على الارض، مش قاعد ولا واقف على رجل ونص، مش واقف على طراطيف صوابعه، لا. ومش بس كده، ده لازم الاقدام دي تكون باصة لقدام برضو، الفيت بتكون فيسنج فورورد يعني باصة لقدام. وزي ما قلت لك، ما ينفعش يكون حاطط رجل على رجل،
ما ينفعش يكون باعد رجليه زي عامل كده، واخد بالك؟ ما ينفعش يكون عامل كده باعد رجليه ولا مقرب رجليه كده، لا الرجلين لازم يكونوا جنب بعض بالشكل ده. فبص معايا الاناتوميكال بوزيشن دكتور، الكلام ده انا هيسالني فيه ازاي؟ هنشوف هيسالك فيه ازاي وهنحل ام سي كيوهات مع بعض. مش عايزك تاخد كل حاجه حفظ، المهم تكون فاهم الكلام ده دلوقتي. الكلام ده يتكرر عليك مره واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين لو جبت السباك اللي ما كانش عارف يعمل عمليه اللوز وقلتها له مرتين هيحفظها. فمش عايزك تبذل مجهود قوي في انك تحفظ كل الكلام دلوقتي. فتعالى كده على الاناتوميكال بوزيشن، افتكر الرسمه دي ومثلها على نفسك. اقف كده، انا كده واقف في الاناتوميكال بوزيشن. كلمني عن الاناتوميكال بوزيشن هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله الشخص لازم يكون ستاند. ستاند يعني واقف ابرايت او اريكت، واقف كده مش مايل على اليمين ولا مايل على الشمال ولا موطي لقدام ولا موطي لورا، مفيش. ستاند ابرايت. رقم اتنين النك بتكون اكستندد. رقم تلاتة الارمز الدراعين متعلقين جنبه، والبالم اللي هو كف الايد فيسنج فورورد او دايركتد فورورد، بص لقدام. البالمز اللي هو كف الايد باصص لقدام. رقم خمسة الثمب الصباع الكبير ده لازم يكون بعيد عن الجسم. واخيرا الرجلين لازم يكونوا سبريد اون الجراوند، كلهم على الارض مش واقف على طراطيف صوابع. اذا ده كده حاجة اسمها الاناتوميكال بوزيشن. تاني الاناتوميكال بوزيشن، قال لك والله الاناتوميكال بوزيشن قدام حضرتك، اول حاجة الشخص ستاند ابرايت، رقم اتنين الرقبة بتكون اكستندد، تاني بكتب لك تاني، رقم تلاتة دراعي الفيس باصص لقدام، وشه باصص لقدام، رقم اربعة الارمز دراعينه متعلقين جنبه، ومش بس كده ده البالمز اللي هو كف الايد باصص لقدام برضو، الثمب اللي هو الصباع الكبير، الصباع الكبير بيكون بعيد عن الجسم away from the body يعني بعيد عن الجسم، الفيت spread on the ground يعني الفيت مفروضة على الارض وبصة لقدام، مش بعيدهم مش عاملهم كده، لا عاملهم كده الفيت جنب بعض بصين لقدام. وده الاناتوميكال بوزيشن. في حاجة كمان قال لك والله يا سيدي في وضعين كده عايزين نشوفهم مع بعض. كلام سهل، انا هكلمك بالبلدي عشان تفهم بالبلدي وتكلمني بالبلدي. شغل بقى انك تحفظ person lies on his back ولا person on his lies back ولا back on his bear. ايه انت بتعمل ايه؟ احنا في حصه جرامر. انا عايزك تعرف ان في مصطلح اسمه سوباين بوزيشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه سوباين بوزيشن ده؟ بص كده، بص والله العظيم هكلمك بالبلدي وكلمني بالبلدي وخد الموضوع ببساطه. وقت السؤال النظري اللي اقول لك احفظه بالنص تحفظه بالنص، وقت ما اقول لك افهم وتعالى نحكي بالبلدي احكي معايا بالبلدي، تلاقي الدنيا معاك كده. يعني ممكن تسال زمايلك اللي اكبر منك طريقتنا في الاناتومي عامله ازاي. مش ما بحبش اصعب حاجه عليك، ومهما كنت شايفها صعبه ومعقده مش عايزها تصعب عليك. وبالتالي حضرتك لما بتذاكر زي ما بقول لك بتكون الاناتومي بالنسبه لك حاجه زي بنفصل بيها بين المواد كده. يعني الاناتومي حاجه ايه؟ خفيفه على قلبنا، حاجه ندخل ضامنين درجاتها سواء نظري او عملي او ام سي كيو. فانا عايزك تسيستم نفسك معايا من البدايه على كده، ما تغيرش الطريقه اللي هقول لك تذاكر بيها. انا دلوقتي بقول لك هكلمك بالبلدي. يعني ايه سوباين بوزيشن؟ سوباين بوزيشن قال لك شخص نايم على ظهره. شفت البساطه؟
شفت السهولة، شفت الجمال. انا مالي بقى ومال ده؟ كلام كفار، انا ما عليش علاقة بيه، مش عايزه. انا عايز الكلام الجميل بتاعنا العربي. يعني ايه سوباين بوزيشن؟ يعني شخص نايم على ظهره بالمنظر اللي قدامك ده، وبالتالي الفيس بتاعه دايركتد ابورد، يعني باصص فوق، وشه باصص لفوق. بس يا سيدي، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لك في السوباين بوزيشن. اناتوميكال بوزيشن يعني شخص واقف عامل كده، سوباين بوزيشن يعني شخص نايم على ظهره، وبالتالي وشه هيكون باصص فوق. شوف لما كلمتك بلدي، لما نيجي نحل هتحل بالبلد اللي قلت لك عليه، مش هتحل بالكلام ده. عايزك تاخد وتدي معايا كده. انا بحبك، حبني زي ما بحبك. انا بحب الاناتومي، حب الاناتومي زي ما بحب الاناتومي. خلينا كلنا كده ايه، بنحب بعض. فالسوباين بوزيشن قال لك ده شخص نايم على ظهره. طب عكسه، واحد نايم على بطنه بقى بالمنظر ده. الوصف اللي قدامك ده واحد نايم على بطنه. بص الجمال بقى اللي هعمله لك دلوقتي ده. بص بص بص، نايم على ايه؟ على بطنه، يعني برون بوزيشن. حلوه دي يا دكتور، حلو. برون بطن، برون بطن، البي والبي. وده السبب العلمي اللي خلوهم يسموه كده، برون بطن. ده سبب علمي حقيقي، برون بطن. فجف تعريف البرون بوزيشن وقال لك ايه؟ قال لك البرون بوزيشن ده شخص نايم على بطنه، يعني الفيس بتاعه دايركتد داون وورد، باصص تحت. دايركتد ايه؟ داون وورد، يعني باصص تحت. يبقى تاني، السوباين بوزيشن، السوباين بوزيشن نايم على ظهره، شخص نايم على ظهره الفيس بتاعه فوق. طب لو واحد نايم على بطنه، يعني وشه باصص لتحت بطنه، يبقى برون بوزيشن، برون بوزيشن. والله زينة. طيب عايز تقولي كمان؟ عايز اقول لك بقى ايه، حتة جديدة. احنا خلاص دخلنا عشان نشرح، دخلنا في علم التشريح، خلاص عرفنا ان الشخص اللي هنوصف عليه، الجثة اللي هنشرح عليها، الجثة اللي هنشوفها، لازم تكون واقفة في الاناتوميكال بوزيشن. عرفتك بوزيشنين كمان كده، برون وصوباين، برون وصوباين، برون وصوباين. عرفنا شكلهم عامل ازاي. كلام جميل، كلام جميل. انا لو جبت واحد وقفته في الاناتوميكال بوزيشن بالمنظر ده، هتقدر توصفه لي؟ والله هتقول لي ان الصباع الكبير بيكون بعيد، الصباع الصغير بيكون قريب من الجسم، وشه مفرود وبيضحك، ورجليه طولها كام، وايديه طولها كام. هتعرف توصف لي من بره، ماشي. طيب ايه رايك انا لو حطيت لك نقطه هنا مثلا، حطيت لك ايه نقطه هنا، وقلت لك وصف لي النقطه دي وصف دقيق. لو جبت نفس السباك وقلت له اوصف لي النقطه دي وصف، هيقول لي والله هي موجوده في الصدر ناحيه الشمال. ده اخ يعني هيعرف منين؟ طيب ما هو مش دارس، فهيقول لك هي موجوده في الصدر ناحيه الشمال، وانا هصدقه واقول لك كلامك جميل. والله ده الراجل بركة انه طلعنا منه بالمعلومة دي. لكن انا لما اسأل واحد بتاع اناتومي اقول له النقطة دي فين، لو قال لي في صدره ناحية الشمال، فده يغير خالص ويبدأ يجيب له مفتاح انجليزي ومفكين، وشوف بقى ايه، اتعلم صنعة، افتح لك عربية قهوة، افتح لك بتاع كاوتش وشغال بقى على النقط، يعني اعمل اي حاجة. بس الطب مش كارك كده بقى خلاص. طيب يا دكتور، انا دلوقتي عايز اعرف النقطة دي فين، ما تقول لي كده بتوع الاناتومي قالوا ايه؟ بتوع الاناتومي قالك احنا هنعمل شوية خطوط وهمية مش موجودة، احنا رسمينها.
شوية خطوط رسمناها على الجسم بيننا وبين بعض كده بس عشان نكون ايه عارفين الدنيا دايرة ازاي. سمينا الخطوط الوهمية دي اسمها اناتوميكال بص اناتوميكال بلينز. سميناها ايه؟ اناتوميكال بلينز. ايه الاناتوميكال بلينز دي؟ قال لك ده شوية خطوط وهمية هنرسمها عشان نعرف نوصف ازاي. يعني انا حطيت لك نقطة هنا وقلت لك وصفها لي وصف دقيق. بتاع الاناتومي قال لك احنا هنعمل خط وهمي. خط وهمي كده جاي من فوق في نص الجسم بالظبط. نازل 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 لحد تحت. خط وهمي احنا رسمناه وعارفينه انه في نص الجسم بالظبط. الخط ده قسم الجسم النص يمين ونص شمال. ركز معايا. الخط اللي رسمناه ده سميناه ايه؟ قال لك ده سميناه ساجيتال بلين. سميناه ايه؟ ساجيتال بلين. فحضرتك كبتاع تشريح هتيجي على الخط اللي حضرتك عارف انه خط وهمي مرسوم هنا وتقيس بالمسطرة بعد النقطة دي عن الخط الوهمي. البعد ما بين النقطة والخط الوهمي اللي حضرتك رسمه في نص الجسم. وهتقول لي ان هذه النقطة بتبعد 9 سنتي عن خط النص. بتبعد 9 سنتي عن الساجيتال بلين. ساعتها هعرف انك بتاع اناتومي. خلي بالك انا بقول لك دي مادة وصف. بنوصف وبنوصف وصف دقيق. حضرتك لما تدخل بالمشرط بتكون داخل في فتحة قد كده. عايز تخلص عمليتك كلها في فتحة قد كده. ما مش داخلين بنفتش. مش فتح حضرتك درج المكتب وعمال تعمل يعني مش هفتح فتحة بقى كبيرة ونشوف بقى البطن دي جواها ايه ونتعال فين بقى وريني الطحال ده ده نرميه. وده ايه ده كبد هات وهنقليه. وده ايه ده؟ في جراح بيعمل كده. انت بتدخل فتحة قد كده بتكون عارف انت رايح فين هتعمل ايه تخلص عمليتك خلاص. فلازم تكون واصف وصف دقيق. فقال لك الاناتوميكال بلينز دي عبارة عن ايميجينري لاينز يعني خطوط تخيلية حضرتك بتتخيلها مش موجودة في جسمك. خطوط تخيلية بتترسم على الشخص اللي واقف في الاناتوميكال بوزيشن. كم خط هنرسمه؟ قال لك في 3 خطوط بلين يعني محور بالمناسبة فبيسموها محاور الجسم اللي هي الخطوط اللي هنرسمها. فاكر انت المحاور؟ محور السينات ومحور الصادات ومحور اللمات ولا معرفش كان اسمه ايه بس هو كان واحد اسمه اكس وواي وزد والتلاتة كانوا عموديين على بعض. نفس المحاور دي موجودة ورسمناها على الجسم. قال لك الـ3 محاور الأساسية واحد ماشي فيرتيكال بالطول أو في محاور هتمشي بالطول هتقسم أو هنرسمها على الشخص بالطول وفي محاور هنرسمها هوريزونتالي يعني بالعرض. وألاقي واحد قاعد يفكر وقاعد طول الليل هوريزونتالي ولا هوريزونتالي ولا هوريزونتالي ولا يا عم بقى يا عم اكتبها ما تتعبش نفسك في الترجمة من دلوقتي. الترجمة والانجليزي بتاعك هيتظبط ويبقى احلى مني واحلى من اي حد. بس يعني دلوقتي مشي نفسك بفهم كده. لكن المصطلحات بتاعتك يا دكتور انا طالع طب بملحق انجليزي. انا جاي طب من صنايع اصلا. يعني الانجليزي بتاعي مش متظبط. هيتظبط غصب عنك. انت هتدخل 5 سنين في الكلية هتتسحل مصطلحات طبيه فكده كده هيتظبط. فقال لك في شويه بنرسمهم بالطول فيرتيكالي يعني بالطول نرسمهم على الشخص بالطول شويه هنرسمهم هوريزونتالي يعني بالعرض وشويه هنرسمهم اوبليك يعني بميل. هم جايبين شخص واقف كده هوب واخدين فيه قاطعينه راسمين خط بالمنظر ده بميل نازل بميل. كلام مهم؟ لا والله انا عايز اعرف حاجه. عايز اعرف ان البادي بلينز
او الاناتوميكال بلينز دي عباره عن ايميجينري لاينز، خطوط وهميه، خطوط تخيليه بنرسمها على الجسم عشان نسهل الدراسه. ماشي، كلمني يلا. اول بلين او اول خط عندي اسمه ساجيتال بلين. اسمه ايه؟ ساجيتال بلين. ايه قصه الساجيتال بلين ده؟ قال لك والله بص، انا هجيب شخص واقف بالشكل ده في الاناتوميكال بوزيشن، واقوم راسم عليه خط بالطول وهو واقف قدام بالشكل ده. الخط ده ممكن يكون هنا لحد تحت من فوق لتحت، او ممكن يكون هنا كده برضو من فوق لتحت، او ممكن يكون ارسم الخط بالشكل ده برضو من فوق لتحت، صح؟ بس الشخص واقف ايه؟ واقف قدام. ساعتها الخط اللي اترسم ده هيقسم الجسم لجزء يمين وجزء شمال، جزء ناحية اليمين اللي هو ده وجزء ناحية الشمال اللي هو ده، صح؟ فقال لك هو ده الساجيتال بلين. الساجيتال بلين عبارة عن خط مرسوم فيرتيكالي، يعني رأسي، يعني بالطول، بينزل من التوب من فوق من القمة بتاعت الجسم لحد البوتوم لحد تحت من فوق لتحت ومن قدام لورا. يعني ايه؟ يعني الشخص واقف كده، الخط ده هرسمه من قدام، ولو انا جايب منشار او حاجة المنشار ده هيعدي من قدام لورا يشق الجسم من قدام لورا من الفرنت للباك، وبيقسم الجسم لجزئين، جزء يمين وجزء شمال. مين ده يا عم؟ قال لك ده اسمه ساجيتال بلين. اسمه ايه؟ ساجيتال بلين. ايه بقى اول حاجه واول بلين جميل عندنا؟ اسمه ساجيتال بلين. ساجيتال بلين ده عباره عن خط راسي بس والشخص واقف كده، يعني يعدي من قدام لورا، ما يجيش الشخص يقف كده وارسم فيه خط من هنا كده واقول ده ساجيتال. لا، ده مش ساجيتال، ده اسمه حاجه تانية. الساجيتال لازم الشخص يكون واقف كده، ارسم الخط كده. الساجيتال بلين اهو اهو، قطعنا الجسم او رسمناه على الجسم بالمنظر ده. قسم الجسم لجزئين، جزء يمين وجزء شمال، اهو الخط رسمناه بالمنظر ده والشخص واقف، جزء يمين وجزء شمال. يا دكتور الخط ده لازم يكون كده؟ قال لك لا. ازاي؟ قال لك والله يا سيدي ده ال 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 الساجيتال بلين، لو جيت بصيت انا هنا الساجيتال بلين ده مشي كده، ممكن امشيه في نص الجسم، هيقسم الجسم لنصين متساويين، نص يمين ونص شمال، صح؟ هيقسم الجسم لنصين، نص يمين ونص شمال. هنا عندك ايد يمين وايد شمال، عندك هنا نص راس يمين ونص راس شمال، رجل يمين ورجل شمال، نص بطن يمين ونص بطن شمال، نص صدر يمين ونص صدر شمال، خمس صوابع يمين وخمس صوابع شمال، لا 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 لا، وركبة يمين وركبة شمال. يعني الخط ده لما مشي في النص، لما مشي في النص بالظبط قسم الجسم لنصين، قسم الجسم لايه؟ لنصين، نص يمين ونص شمال. يا دكتور النصين دول متساويين ولا مش متساويين؟ يا جدع ده انا بقول لك دراع يمين ودراع شمال، نص جسم يمين ونص جسم شمال، يعني لنصين متساويين. ساعتها اقدر اسميه ايه؟ نص يعني مد، نص الترم يعني مد ترم، نص السنة يعني مد يير، نص يعني مد. فقال لك ده هنسميه مد ساجيتال، هنسميه مد ساجيتال. هذا المد ساجيتال هيقسم الجسم لنصين، نص يمين ونص شمال بالتساوي، ايكوال، ايكوال يعني متساوي، ايكوال هافز يعني نصين متساويين. طيب ممكن الخط ده مش هرسمه هنا يا عم، لا انا عايز ارسمه هنا، اهو اهو رسمته هنا. ساعتها خلي بالك الخط ده بيترسم لاسباب، اولا عشان اوصف عليه، بالمناسبه الميد ساجيتال ده بيسموه ميد لاين، يعني خط النص،
بيقسم الجسم النصين فسموه ميد لاين. اوصف عليه اقول النقطه دي على بعد كام سنتي من الميد لاين، النقطه دي على بعد كام سنتي من الميد لاين، النقطه دي على بعد كام سنتي من الميد لاين عشان اوصف عليه. مش بس كده، ده ممكن عشان اجيب المنشار او الصاروخ بتاعي وانا بقطع الجثه بقى اجيب الصاروخ يمشي كده يقسم لي الجسم، يمشي على الخط ده يقسم الجسم النصين، ده الميد ساجيتال او الميد لاين. طب لو رسمته هنا كده، تعال شوف انا عندي هنا دراع يمين ودراع شمال، طب عندي هل السوركس او البطن والصدر تقسموا بالتساوي؟ لا والله ما تقسموش بالتساوي. اذا الخط ده قسم الجسم الجزئين غير متساويين، مع انه ماشي من قدام وانا رسمه من قدام وكل حاجه، بس الجزء اليمين ده اصغر من الجزء الشمال، اليمين اصغر من الشمال. ساعتها بقى بنسميه ايه؟ قال لك ساعتها بنسميه بلون تاني، هنسميه باراساجيتال، هنسميه باراساجيتال يعني مجاور للساجيتال، جنب الساجيتال، باراساجيتال. هذا الباراساجيتال هيقسم الجسم لجزئين غير متساويين. النص اليمين اصغر من الشمال، جزء يمين وجزء شمال. يبقى انا عندي خطين لحد دلوقتي، او الساجيتال ده بيندرج تحته حاجتين. الساجيتال ده ممكن يكون في النص، ساعتها يبقى اسمه ميد ساجيتال، هيقسم الجسم النصين، وممكن يكون في الاطراف شويه يبقى اسمه بارا ساجيتال. يبقى اسمه ايه؟ بارا ساجيتال، هيقسم الجسم لجزئين. في فرق بين نصين وجزئين؟ نصين يعني بالتساوي، نص ونص يساوي واحد، جزء وجزء ما يساويش واحد، يساوي جزئين. صح ولا مش صح؟ نص زائد نص يساوي واحد. طب جزء زائد جزء يساوي جزئين، مش واحد خالص. فينزل لك سؤال ويقول لك ايه؟ يقول لك ايه الخط او ايه البلين اللي بيقسم الجسم النصين متساويين؟ equal halves right and left. تقول له ايه؟ متساجدل. طب ايه البلين اللي بيقسم الجسم لجزئين، two parts، جزئين يمين وشمال، اسمه باراساجيتال. فقال لك هنا ان الباراساجيتال بلين ده، والله اي ساجيتال بلين بعيد عن السنتر، بعيد عن النص، بيقسم الجسم اللي unequal يعني غير متساوي، جزء يمين وجزء شمال، portion يعني جزء. ده مين؟ ده ال ال الميد اللي هو البارا ساجيتال. كلام جميل، ادي الساجيتال بلين. قال لك والله الساجيتال بلين ده ممكن يمشي في النص هنا كده، ساعتها اسمه ميد ساجيتال اهو، وممكن يجي على الاطراف شويه كده، ساعتها ده اسمه بارا ساجيتال يعني بعيد عن النص. حلو الكلام. طيب بلين كمان، وقال لك ايه؟ قال لك المره دي بقى مش هوقف الشخص كده، لا هوقف الشخص كده وهرسم خط هنا، الخط ده هيقسم الجسم لجزئين برضو من فوق لتحت، بس هرسمه من الجنب. الخط ده هيقسم الجسم لجزئين، جزء قدام وجزء ورا، جزء قدام وجزء ورا. بس معلش لما اجي اسالك واقول لك هو الجزء اللي قدام ده قد الجزء اللي ورا، هتقف مع نفسك كده، ده في وش قدام مفيش وش ورا، انا مش ماشي بوشين، ده في ايه مثلا، في صوابع رجل قدام مفيش ورا، يا ابو رجل مسلوخه، انا ماشي، انا همشي ازاي يعني؟ واخد بالك؟ فهتلاقي ان الجزء اللي قدام غير مساوي للجزء اللي ورا، غير متساوي. فيقول لك ايه؟ يقول لك ان لو جبنا شخص بالمنظر ده وقطعناه او رسمنا عليه خط من الجنب بالشكل ده، هذا الخط هيقسمه لجزء قدام وجزء ورا، ساعتها هنسميه ايه الخط ده او القطاع ده؟ هنسميه كورونال بلين. هنسميه ايه؟ كورونال بلين. الكورونال بلين هو عباره عن خط، الخط ده
هنرسمه على الجسم من الجنب. هيقسم الجسم الجزء قدام وجزء ورا متساويين. قلت لي لا، يعني unequal parts. فبص كده بيقول لك ده عباره عن بلين بيقسم الجسم لانتيريور. انتيريور في الاناتومي عندنا يعني قدام، وبوستيريور يعني ورا. هالفز الكلمه دي شيلها الغيها واكتب بارتس، لانهم مش نصين ده جزئين. هالفز يعني نصين يعني متساويين، لكن بارتس يعني جزئين غير متساويين. غير الكلمه دي عندك. يبقى ده تاني بلين. رقم واحد جبنا شخص بالشكل ده وقطعناه بالمنظر ده، سميناه سجده وقسمنا السجده اللي ميد سجده وبرا سجده. لا، هنجيب الشخص بالمنظر ده ونرسم خط هنا، ده اسمه كورونال. اسمه ايه؟ كورونال. هذا الكورونال له اسم تاني، قال لك هنسميه فرنتال بلين. كورونال او فرنتال. هيقسم الجسم الجزء قدام وجزء ورا، انتيريور وبوستيريور. ماشي يا عم. الكورونال بلين زي ما انت شايف، جبنا الشخص من الجنب كده وقطعناه، قطعناه من الجنب. جبنا الشخص من قدام وقطعناه بالشكل ده. هيتقسم لجزئين، جزء قدام وجزء ورا. فقال لك ايه؟ قال لك ان الكورونال بلين هو عباره عن فيرتيكال لاين برضه، خط جاي بالطول، بس الشخص بيكون من الجنب. حلو؟ بيكون من الرايت او الليفت. يا الشخص واقف بالجنب كده، يا الشخص واقف بالجنب كده، حضرتك ترسم الخط. طيب بيقسم الجسم الجزء قدام فرنت وانتيريور يعني قدام، وجزء ورا بوستيريور. فعشان كده سموه فرنتال او كورونال بلين. سموه فرنتال او كورونال بلين. كلام جميل. ايه كمان؟ قال لك والله ممكن بقى ايه، نجيب الشخص ده سواء واقف كده او واقف كده او واقف كده، افضل لفلف فيه بقى لحد ما تزهق. بس المره دي هنقطعه ازاي؟ المره دي او هنرسم عليه خط ازاي؟ هنرسم عليه خط بالعرض افقي. خط بالعرض. عرض يعني ترانسفيرس. يعني ايه ترانسفيرس؟ يعني ايه ترانسفيرس؟ ترانسفيرس يعني بالعرض. فقال لك ايه؟ قال لك والله يا سيدي ده خط هنرسمه بالعرض، اسمه ترانسفيرس بلين او هوريزونتال بلين. وهوريزونتال يعني افقي. طب ساعتها بقى الخط ده، الخط ده هيقسم الجسم. انا هرسم الخط ده هنا، هيقسم الجسم لحته فوق وحته تحت، هل متساويين؟ واحد قال لي يا دكتور ده احنا بنقول النص الفوقاني والنص التحتاني، فمعنى كده نص اهو، بص النص الفوقاني والنص التحتاني، معنى كده متساويين. اقول لك حضرتك عندك ايدين فوق، عندك ايدين تحت، تلي في رجلين، هل الايدين قد الرجلين؟ قلت لي لا، اذا مش متساويين. يبقى الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت مش متساويين. هما ايه نقدر نقول اه نص ونص ومش عارف، يبقى الطول اتقسم بالنص، لكن مش متساويين. غير كده انا ممكن اخد السكشن ده او ارسم الخط ده هنا، ممكن ارسمه هنا، ممكن ارسمه هنا، ممكن ارسمه هنا، ممكن ارسمه تحت، ممكن ارسمه عند رجلي تحت خالص، ملوش مكان محدد. وبالتالي هذا الهوريزونتال او هذا الترانسفيرس بلين ده عباره عن خط ماشي في الجسم. وخلي بالك ان الهوريزونتال بلين ده انا قلت لك فيه ثلاث محاور رئيسيه، اكس وواي وزد، والثلاثه كلهم عموديين على بعض بالرسمه لل3 دي، عموديين على بعض يعني الزوايا بينهم 90 درجه. فقال لك ان هذا الهوريزونتال بلين بيكون برايت انجل، يعني زاويه قايمه، عامل زاويه قايمه، عامل زاويه قايمه مع الميديان بلين اللي هو الساجيتال. ميديان يعني في النص، عامل زاويه مع زاويه قايمه مع الساجيتال بلين والفرونتال بلين اللي هو الكورونال. بيقسم الجسم الابر واللور بارتس يعني اجزاء. قلت لك ان الخط ده ممكن ارسمه هنا، ممكن ارسمه هنا، ممكن ارسمه هنا، ممكن ارسمه عند الليفل بتاع الفقره القطنيه الاولى مثلا، ممكن ارسمه عند الفقره الصدريه ال12 مثلا، ممكن ارسمه في اي وقت وفي اي حته.
ممكن ارسمه عند مناخيري، ممكن ارسمه عند بقي. فهنا بيقول لك ان الخط ده ممكن يترسم عند ليفل معين، عند اي فقره من الفقرات، ما هي فيرتبري يعني فقرات، عند اي فقره من الفقرات زي الفيرست لامبر مثلا اللي هي الفقره القطنيه الاولى، ممكن يترسم في اي فقره او اي ليفل من الليفلات دي. فالبلينز اللي عند حضرتك ساجيتال، لو شخص واقف كده هقوم راسم خط بالمنظر ده، اتقسم لاثنين، ميد ساجيتال في النص، وبرا ساجيتال يعني جنبه شويه. وممكن اجيب الشخص اوقفه كده وارسم خط هنا، ساعتها هيتقسم لجزئين، جزء قدامه وجزء ورا، وده اسمه كورونال او فرنتال بلين. ممكن اجيب الشخص كده وارسم خط بالعرض اسمه هوريزونتال بلين او ترانزفيرس بلين. اذا دلوقتي في بلين واحد واحد يقسم الجسم النصين، ركز في الكلمة، نصين وليس جزئين. مين اللي بيقسم لنصين؟ الميد ساجيتال بلين، الميد ساجيتال فقط. البارا ساجيتال بيقسم لجزئين برضو، لان النص اليمين كان اصغر من الشمال، صح؟ فادي قدامك البلينز. الكلام ده لسه قارينه، في بس سلايد كده عايزين نشوفها اللي هي دي. لا مش دي، في سلايد لسه عايزين نشوفها اللي هي دي. قال لك والله الهوريزونتال بلين او الترانزفيرس بلين ممكن، هو الخط بيبص بيقسم الجثه بالعرض كده، او بيقسم الشخص بالعرض، بيقسم الـ 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 الجزء او بيقسم الجسم لجزء فوق وجزء تحت. بص كده، الترانزفيرس ده لما تيجي تبص عليه، يعني انا مثلا قطعت هنا، عشان ابص عليه لازم ابص من فوق. هنشوف دلوقتي، يعني انا جيت عند البطن وقطعت، حلو الكلام؟ لما قطعت، لو جبت انا رسمت الخط اللي هو الترانزفيرس بلين وقمت جاب المنشار بتاعي او الصاروخ بتاعي وقطعت الجثه، انا عايز ابص على التفاصيل، هبص من فوق او من تحت؟ طب انا جبت الجثه وقطعتها بالمنشار من هنا، عشان ابص على التفاصيل هبص من الجنب. طب انا جبت الجثه وقطعتها من هنا على الخط اللي هو الكورونا البلين، عشان اشوف التفاصيل يا هبص عليها من ورا يا هبص عليها من قدام. فقال لك الساجيتال عشان تشوفه او تشوف التفاصيل لازم تبص من الجنب، سايد فيو من الجنب. الفرنتال او الكورونال لازم تبص من فرنت فيو، من قدام او من ورا. الترانزفيرس عشان تشوف التفاصيل لازم تبص من التوب فيو، تبص عليه من فوق عشان تبص على القطعه اللي انت قطعتها وتشوف التفاصيل. ايه ليه يعني؟ انا هبسط لك الدنيا خالص. انا عندي شخص عايز اشوف محتويات بطنه، عايز ابص على محتويات بطنه من فوق، من فوق. فهعمل ايه؟ هقوم جاي قطع بطنه من هنا، الجزء اللي فوق ده هشيله خالص وابص بقى على الجزء اللي تحت، يبقى انا بصيت من فوق. طب عايز ابص على بطنه بس من الجنب، فهقوم جاي الساجيتال بلين وقاطع بالمنظر ده، اشيل نصه اليمين ده خالص وابص عليه من الجنب، يبقى الساجيتال من السايد فيو. كلام جميل. بعد كده دي كده البلينز اللي عندك. احب بس افكرك ايه اللي قلناه في الفيديو لحد دلوقتي. اللي قلناه في الفيديو لحد دلوقتي ان انا عندي اناتوميكال بوزيشن وشكله عامل كده، برون بوزيشن يعني نايم على بطنه، صوباين بوزيشن يعني نايم على ظهره. عندي بلينز اساسيه، ساجيتال كورونال هوريزونتال. الساجيتال بيتقسم لميد وبارا. الميد هو الوحيد اللي بيقسم الجسم لنصين متساويين يمين وشمال. بارا ساجيتال بيقسم ليمين وشمال بس مش متساويين. كورونا ده اللي بنرسمه من الجنب بيقسم لقدام وورا. هوريزونتال بنرسمه بالعرض بيقسم لفوق وتحت بس مش متساويين. طب ايه الاوبليك بلين ده بقى؟ قال لك اي حاجه غير الثلاثه اللي احنا عارفينهم اللي هم ساجيتال وكورونا وترانزفيرس، اي حاجه غيرهم بنسميها اوبليك بلين. يعني جبنا الشخص وقمنا قاطعينه كده، قاطعينه كده، قاطعينه كده، قاطعينه كده، قاطعينه كده، اي حاجه غير الثلاثه بنسميها اوبليك بلين. نسميها ايه؟
اوبليك بلين. كلام جميل. ادي الاشكال اللي قدامك، هنقسم الشخصيه اللي قدامك دي بالمنظر ده يبقى ده ساجيتال. طب لو هنقسمها بالعرض بالمنظر ده كده يبقى ده كورونا. طب لو هنقسمها كده يبقى ده ترانزفيرس او هوريزونتال اكسس او هوريزونتال بلين. برضو نفس الكلام، لو هنرسم الخط هنا كده يبقى ده كده فرونت، لو هنرسمه من الجنب يبقى ده كده سجده، لو هنرسمه من الجنب يبقى ده فرونتال او كورونا، لو هنرسمه بالعرض يبقى ده ترانزفيرس سكشن او هوريزونتال سكشن. كلام جميل. بعد كده قال لك في حاجه اسمها تيرمز اوف سيكشنز. سيكشنز يعني قطعات، هنقطع الجثه بقى. سيكشنز يعني قطعات، هنقطع الجثه ازاي؟ قال لك مكان الخط اللي هنرسمه هنجيب منشار، بيحصل الكلام ده في الجثث وهنشوف مع بعض. بنقوم جايبين منشار او جايبين صاروخ وقاطعين الجثه عشان نبدا نبص بقى. فبيقول لك ان دي عباره عن سلايس، بص قطع 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 من الجسم. عن طريق القطع بالمرور بالبلينز دي، يعني مثلا الساجيتال بلين قلت لك هنرسم الخط وهوب تشد الصاروخ نقطعه نقطع الجثه. طيب وظيفتها ايه؟ قال لك وظيفه السكشنز اللي هي السكشنز دي القطاعات دي بتسمح اننا نبص على الحاجه من كذا فيو. ممكن اقطع ساجيتال ابص عليها من الجنب، ممكن اقطع كورونال وابص عليها من فوق، ممكن اقطع ترانزفيرس وابص عليها من فوق، ممكن اقطع كورونال وابص عليها من قدام او من ورا. فبتديني عضو زي البرين مثلا زي المخ اقدر ابص عليه من 60,000 اتجاه عشان نعرف نوصف بقى كويس. حلو. ديبندنج على الدايركشن بتاع القطع، يعني على حسب الاتجاه بتاع القطعه هنبص منين. كلام جميل وكلام لذيذ خالص. تعالى كده نبص شويه ام سي كيو مع بعض في الاخر بقى. انا خلصت ده اللي كنت عايز اقوله في الفيديو، وده الكلام اللي اتقال لك، بس بنبسط الدنيا ونخلي الدنيا حلوه، عايزك تفهم اكتر. بالمناسبه الفايل اللي انا شارح عليه ده بعد ما شخبطنا عليه، شوف بعد الشخبيط هيكون موجود في المكتبه اللي اقول لك عليها ان شاء الله عشان تعرف تذاكر. يبقى انت معاك الفيديو ومعاك الفايل متشخبط عليه، فالمذاكره بالنسبه لك تكون اسهل. فهنزل لك التفاصيل، زائد هنزل لك تفاصيل المذكره اللي هنعملها بقى. في مذكره خاصه بينا هديك تفاصيلها برضو وعشان تكون موجوده معاك. فانتظر اعرفك الفايل اللي متشخبط عليه اللي انا شخبطت عليه ده موجود فين ان شاء الله. شويه ام سي كيو. بيقول لك البيشنت اللي نايم في السوباين بوزيشن بيكون عامل ازاي؟ سوباين يعني ايه؟ على طول كده ترجم سوباين يعني نايم على ظهره، يعني وشه هيكون باصص لفوق ولا تحت. والا انا عملته ده ظهره من غير نقطتين يا عم، والله من غير نقطتين. بص نايم على ظهره يعني وشه فوق، الفيس اب يعني فوق ولا الفيس تحت، ولا نايم على جنبه الشمال ولا نايم على جنبه اليمين؟ قلت لك نايم على ظهره يعني الفيس اب، يعني الاختيار هيكون ايه؟ الله، طب ما الدنيا سهله. هو ده، والله هو ده الكلام اللي هينزل لك، هو ده، هي دي الاسئله. ماشي كده، قلت لك افهم اكتر. طيب الاناتوميكال بوزيشن، ايه البيست ديسكريبشن؟ يعني ايه الوصف الدقيق للاناتوميكال بوزيشن؟ الشخص بيبقى واقف وباصص لقدام، والبالمس اللي هي كف الايد لقدام. كمل. هل بيكون نايم على ظهره؟ والله غلط، على طول ما تكملش. هل بيكون واقف وباصص سايد واي يعني على الجنب، باصص بالجنب، باصص جنبه كده؟ لا والله ما بيكونش باصص جنبه. طب هل بيكون نايم على بطنه؟ نايم على الاستومك، استومك يعني معده او بطن. لا والله ما بيكونش نايم على بطنه. اذا الاختيار اللي عندي هو ده، انه بيكون واقف، الشخص واقف وباصص لقدام والبلمس باصه لقدام. طب ما كلام سهل وجميل اهو. البرون، برون يعني بطن على طول، نايم على بطنه، نايم على بطنه الشخص ده، البيشنت العيان اللي نايم على بطنه ده او اللي في البرون بوزيشن بيكون ازاي؟ نايم على ظهره وباصص لفوق؟ لا والله.
طب نايم على الانتيريور بادي سيرفيس يعني نايم على جسمه من قدام؟ يعني نايم على بطنه، نايم على الجزء ده من اللي هو جسمه من قدام. يبقى هو فعلا نايم على زير انتيريور يعني قدام، وبادي سيرفيس يعني الجزء اللي قدام. ولا بيكون نايم على جنبه اليمين ولا على جنبه الشمال؟ لا والله، ده البرون بوزيشن، بيكون نايم على بطنه. ويتش اناتوميكال بلينز بيقسم الجسم لايكوال، ايكوال يعني متساوي، لايكوال رايت اند ليفت سايد. الوحيد اللي بيقسم لنصين متساويين هو الساجيتال، بالتحديد الميد ساجيتال. دكتور ما جابليش ميد ساجيتال، اعمل ايه؟ جايب لك ساجيتال يا عمو، مش لازم يبقى ميديا. طيب الاناتوميكال بلين اللي بيقسم الجسم اللي قدام وورا، جزء قدام وجزء ورا، مين يا عم؟ قلت لك ده الكورونال اللي من الجنب. كورونال بيقسم الجسم الجزء قدام وجزء ورا، اسمه ايه؟ كورونال. كلام جميل. طب مين البلين اللي بيفصل الجسم لأبر ولور بارتس، جزء فوق وجزء تحت؟ قلت لك الترانزفيرس، جزء فوق وجزء تحت، او الهوريزونتال، ترانزفيرس او هوريزونتال. طيب معلش في حاجه هنا بس خلاص. بيقول لك بلين بيمشي من التوب للبوتوم، من فوق لتحت، فيرتيكال يعني راسي، فيرتيكال يعني راسي. وهذا البلين بيقسم الجسم لان ايكوال يعني غير متساوي، نصين غير متساويين، رايت وليفت. مين بقى اللي بيقسم لرايت وليفت غير متساويين؟ اللي كان هنا نص جزء اليمين اصغر من الجزء الشمال، اللي هو الباراساجيتال، اسمه ايه؟ باراساجيتال. على طول بص كده، المفتاح بتاع الام سي كيو هي ان الخط ده بيقسم لانيكوال ليفت ورايت بارتس، جزئين يمين وشمال غير متساويين، يبقى مين؟ يبقى الباراساجيتال. طيب بلين بيفصل الجسم او بيقسم الجسم لجزئين ومش فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ لا، لا فيرتيكال ولا هوريزونتال. ده بنسميه ايه ده بقى؟ اللي هو ده لا ساجيتال ولا كورونال ولا ترانزفيرس. بنسميه ايه؟ بنسميه اوبليك بلين. اوبليك لا هو راسي ولا عرضي، مايل، اسمه اوبليك بلين. اسمه ايه؟ اوبليك بلين. أني اوبشن من دول بيدي البيست سامري للاربعه تايبس من البادي بلينز؟ هل هما اتنين بيكونوا فيرتيكال وواحد هوريزونتال وواحد اود انجل يعني في اي زاويه، في اللي هو الاوبليك يعني الاود انجل ده اللي هو الاوبليك، ولا هل هما اتنين هوريزونتال وواحد فيرتيكال وواحد في اود انجل اللي هو الاوبليك، يعني اتنين هوريزونتال واحد فيرتيكال واحد اوبليك، ولا كلهم بيكونوا هوريزونتال ولا كلهم بيكونوا فيرتيكال؟ تعالى كده، الساجيتال ده انا قسمت الجسم كده راسي من فوق لتحت، الكورونال قسمت الجسم كده من فوق لتحت، يبقى كده اتنين فيرتيكال اتنين راسي، الهوريزونتال قسمت كده بالعرض، يبقى ده كده واحد هوريزونتال، والأوبليك عارفين ان هو أوبليك ده مايل، يبقى في كام فيرتيكال كده؟ اتنين، وكم هوريزونتال؟ واحد، وكم أوبليك؟ واحد. اذا الاجابة هتكون ايه؟ اتنين فيرتيكال اللي هم مين؟ اللي هم ساجيتال وكورونال، وواحد هوريزونتال اللي هو مين؟ اللي هو الترانزفيرس او الهوريزونتال، وواحد في الاود انجل اللي هي الأوبليك. يبقى في اتنين فيرتيكال فعلا، واحد هوريزونتال. اذا ده كان اول جزء اتقال لك له علاقه بالاناتومي، شويه مصطلحات جميله. بدانا نعرف احنا بندرس الحاجات دي ليه، او هندرس ايه في التشريح بالظبط. الفايل تاني، الفايل اللي شخبطنا عليه الشخابيط دي كلها هيكون مطبوع في مكتبه بالشخابيط بتاعته، بالشخابيط بتاعته، عشان تعرف تذاكر، يكون معاك الفيديو معاك الشخابيط تعرف تذاكر. هعرفك بالتفاصيل. واذا كان اول فيديو معانا بدأنا نعرف شوية حاجات في الاناتومي، ونشوفكم في فيديو قادم بإذن الله.